ألو، معكم البابطين الثقافية، نحن على تواصل. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامج على تواصل، ومن خلاله نمد الجسور مع الشعراء والأدباء في كل مكان أينما كانوا، لنتصل بهم ونتعرف على آخر أخبارهم. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. ضيفنا اليوم الكاتب أيمن عوض من الأردن. غالبا ما تكون البدايات بالنسبة للأديب أو الشاعر مهمة وفيها حكاية قد يستفيد منها الراغبون بدخول عالم الأدب أو الشعر. حدثنا عن بداياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكرك وأشكر قناة البابطين الثقافية على هذا اللقاء وهذه الاستضافة التي أتمنى أن تكون خفيفة على المشاهد إن شاء الله. بالنسبة لسؤالك حول البدايات، البداية كانت في أيام الدراسة الجامعية في جامعة بغداد. رغم أن تخصصي تجارة، ولكن كان عشقي للأدب العربي والقراءة من أيام الثانوية. كنت أقرأ لعمالقة الأدب العربي أمثال طه حسين ونجيب محفوظ وحسان عبد القدوس وجبران والمنفلوطي. طبعا أتشرف أني أكون تلميذ في مدرسة واحد من هؤلاء. كنت أحب أكتب قصص قصيرة لا تتجاوز 10 صفحات مع خواطر معينة أكتبها. في أيام الدراسة الجامعية، المجموعة المقربة من الزملاء والزميلات أشاروا إلي أني أكتب رواية طويلة، والرواية تحتاج إلى شخصيات، تحتاج إلى حوارات، تحتاج إلى أحداث. فحاولت وكتبت 3 قصص في ذيك المرحلة، نالت استحسانهم يعني. ولكن هذا الموضوع توقف بعد التخرج، الواحد انشغل بالحياة الاجتماعية والحياة العملية والحياة المهنية، فتوقفت عن الكتابة يعني. أصبحت كتابتي فقط خواطر يعني. أفكار أكتبها دائما، أنا بحب القلم يكون في يدي وأكتب يعني، وأعبر فيها عن حالة معينة، حالة نفسية أكون عايش فيها، سواء حالة حزينة حالة سعيدة، أكتب وأعبر عن نفسي. ولكن هاي الكتابات كانت إلي لنفسي، ما كانت تكون لغيري يعني. ما حد يقراها وما حد يشوفها، أكتبها وأحتفظ فيها عندي. إلى سنة 2013 حبيت أكتب رواية جديدة طويلة، فكتبت رواية اسمها صدى رحلة عابرة. من خلال بعض الأصدقاء وصلوا الرواية هاي لصاحب دار نشر، قرأها وأعجب فيها جدا وأصر على نشر. أنا ما كنت أفكر في النشر أبدا يعني موضوع الكتابة كان بالنسبة لي مجرد هواية ليس أكثر. ولكن صاحب دار النشر أصر أنه ينشر رواية. اتصل فيني تليفون من عمان وأنا في الكويت، وطلب مني أنه ينشر هذه الرواية وعلى نفقته الخاصة. فبدت الرواية ونشرنا الرواية. كانت رواية صدى رحلة عابرة، هي البداية. أنا كتبتها ب2013 وتم نشرها ب2014، وكانت البداية مع صدى رحلة عابرة. بالتأكيد إصدارات الشاعر أو الأديب هي تتويج لرسالته في الحياة. ما الذي تود أن توصله للناس من خلال إصداراتك؟ ونود أن نستمع إلى نبذة عنها بشكل مكثف. شوف عزيز، برأيي أي عمل أدبي يبدأ بفكرة، سواء كان شعر أو رواية أو أي شيء ثاني. الفكرة هي الأساس. من خلال الفكرة بتكون الشخصيات، بتكون الأحداث، وتصل للنهاية اللي
بتوصل رسالة للقارئ. بالنسبة لي شخصيا أنا بركز على موضوع المشاعر والأحاسيس الإنسانية بشكل عام، العلاقات الأسرية في المجتمع، التناقضات اللي عم بيعيش فيها الشاب العربي بشكل عام، التغيرات السريعة اللي بتحدث في من حوالينا بالأمور السياسية بالأمور الاقتصادية، كلها عم بتأثر على حياتنا اليومية، بتأثر على علاقات الأهل، الأخ مع أخوه، الأخت مع أختها، الصديق مع صديقه، الحبيب مع حبيبته، الزوج مع زوجته. هاي كلها أمور متداخلة صارت، ما ضل ما يعني المجال صار مش محدود، الحياة مفتوحة، يعني وسائل التواصل الاجتماعي خلت العالم كله مدينة واحدة. فهاي الأمور دخلت في الحياة اليومية، وأنا أركز من خلال رواياتي على جيل الشباب، هو أكثر من يعاني من هاي التناقضات اللي بتصير حواليه، لأنه التطور التكنولوجي اللي عم بيصير عم بيسبق حتى الفكر. فرواياتي هي من فكر، هي من قصص مستوحاة من الحقيقة، سواء عشتها أنا شخصيا أو شفتها خلال أصدقاء معارف بيعيشوا هاي الأحداث، ومن خلالها بحاول أوصل رسالة أتمنى أنها تكون رسالة هادفة، رسالة يستفيد منها القارئ بشكل عام. البداية كانت صدى رحلة عابرة ب 2014 رغم أنها كتبت ب 2013، وفي نفس العام أصدرت وللأمس صرخة، بمجملها قصة حقيقية بأحداثها وشخصياتها. بعدها كانت ملامح ملاك وفنجان قهوة، هي رواية واحدة كتبت على جزئين، ثم كانت رواية ذكريات ملوثة، برضو فكرة مستوحاة من قصة حقيقية مأخوذة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ثم كانت خبايا الأحلام. هاي الرواية عبارة عن أحلام مدفونة خاصة وعامة أطلقتها في هذه الرواية. بعدها كانت علاقة بلا عنوان، وهي رواية إنسانية. ثم رواية واكتفيت، هذه الرواية أصلا هي أول رواية كتبتها في حياتي أيام الدراسة الجامعية، فقط عدت صياغتها وخليتها تتلائم مع الزمن الحالي والعصر اللي احنا عايشينه، وحافظت على فكرة الأساس اللي مكتوبة من أيام الدراسة الجامعية قبل 25 سنة. وحاليا في شهر 4/2018 أحدث إصداراتي، واللي هي رواية غفرت لدنياي، كتبت على الغلاف حكاية من خاصرة الألم. هاي الرواية استوحيتها من فتاة جامعية أعرفها شخصيا تعاني من مشاكل معينة، من وجهة نظري هذه المشاكل لا تعاني منها هي وحدها، بل هي مشاكل يعاني منها الجيل بأكمله، الجيل العربي بأكمله، مش في بلد معين واحد، في كل بلادنا العربية نفس المشكلة يعاني منها جيل الشباب. فلأجلهم كتبت هذه الرواية، وهي غفرت لدنياي، أتمنى أن تكون تصل الرسالة منها للجميع. وما الذي تحضر له الآن من أعمال؟ بالنسبة لسؤالك ما الذي أحضر له الآن، أنا من فترة وجيزة جدا انتهيت من رواية غفرت لدنياي، وتم إصدارها من حوالي شهر. وبالنسبة للتحضير هو ما في تحضير، يعني ما في وقت محدد إنه أنا بعد شهر راح أبتدي برواية، بعد 6 شهور، بعد سنة، هي فكرة، ولازم الفكرة أنا بالنسبة لي تكون غير مكررة، يعني أنا ما أحاول إني ما أكرر نفسي مرة أخرى، يعني أحاول أكتب شيء جديد في وضع جديد في مشاكل جديدة وسلط عليها الأضواء، وهذه الفكرة مش مرهونة بوقت معين، هي ممكن تيجي خلال شهر، ممكن تيجي خلال سنة، الله أعلم. ولكن الأساس طبعا أنه ما تكون الفكرة مكررة، هذا الأساس عندي، وإن شاء الله قريبا جدا تيجي فكرة كويسة وفكرة جديدة وحاول أكتبها إن شاء الله. من خلال تجربتك ما المقترحات التي تقدمها للراغبين بدخول عالم الأدب أو الشعر؟ شوف، بالنسبة للمقترحات لمن يهوى الكتابة سواء في الشعر أو الرواية، فأنا بشوف من وجهة نظري الخاصة بأنه أي هواية مهما كانت تحتاج إلى صقل في العلم والدراسة لكي تنمو وتكبر هذه الهواية والموهبة وتنجح، يجب أن تصقلها. بالنسبة للكتابة في الشعر والرواية
فوق هذه الأمور تحتاج إلى ثقافة، ثقافة عامة في كل مجالات الحياة. إضافة إلى كل ذلك هناك الأهم، القراءة. القراءة هي أساس وهي السلاح لكل كاتب. لكي تكون كاتبا جيدا عليك أن تكون قارئا ممتازا. هذا هو السلاح الأقوى الذي يمسكه الكاتب في يده، وهو القلم، القراءة. هاي من وجهة نظري، وأتمنى أني أكون وصلت رسالة مفيدة للجميع إن شاء الله، وشكرا. أشكر الكاتب أيمن عوض، كنت معنا ضيفا عزيزا على قناة البابطين الثقافية. وفي الختام أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.